السلام عليكم ورحمة الله، معكم أمير حيدر. اليوم راح نحكي عن 5 طرق كيف فينا نبني عادة جديدة. بس قبل ما نبلش ما تنسوا سووا لايك سبسكرايب وخلونا نبلش. أول طريقة لنبني عادة جديدة بدنا نعمل شيء بسموه take small steps. شو هذا take small steps؟ يعني ابدأ بخطوات صغيرة. لنفترض بدنا نبني عادة القراءة. في كتير ناس يعني بيحبوا يقروا او حابين يبلشوا قراية، بس عم بيلاقوا صعوبة كتير انه يخلصوا على قليل كتاب واحد مثلي انا. يعني بس انا شو عملت؟ هلا هذا موضوع تاني، انه لا انا لقيت الكتاب اللي بحبه وبلشت اقرا فيه، بس بلشت اقرا مثلا باليوم 2 أو 3 صفحات، ضلت هيك لمدة كم يوم، بعدين بلشت زيد وزيد وزيد لحد ما خلصت الكتاب. هي انه معناتها ناخد خطوات صغيرة، انه نبلش بالقليل وبعدين منزيد، لانه مرات نحن بيجينا حماس من اول مره انه يلا بدنا نبلش نخلص نص الكتاب، او مثلا بالرياضه اليوم بدي اعمل 2 ساعة رياضه. لا، اول شيء بلش بالقليل بعدين تدريجيا زيد. النقطه الثانيه من اهم النقاط انا بعتقد انه واي، لماذا، ليش بدك تسوي ليش بدك تبني هالعاده، شو المغزى منها، شو الفايده منها. انا ما راح اكتب 5 أسباب، عليك اكتب سبب واحد ليش بتلاقي انه لها فايده. لها فايده لك، لها فايده للمجتمع صحيا، لها فايده صحيا جسديا، يعني من كل النواحي. حاول تشوف شو الشيء الايجابي فيها، وهي بتحفزك لتستمر بهذا الهدف. وثالث نقطة هي create an environment. شو معناتها create an environment؟ معناتها لازم تسوي بيئة لهالعادة. مثلا بقصة القراية، شو فيك تسوي؟ مثلا قبل ما تنام بساعة مثلا، حاول تخلق جو للقراءة. يعني كيف مثلا تحط طاولة تحط فيها ضوء خفيف والكتاب على جنب، فيعني بس قبل ما تنام بساعة، فيعني قبل النوم بتكون انت جاهز للقراية، على قليل قراية 2 أو 3. او حتى مثلا برياضة، مثلا اذا عم تعمل رياضة بالبيت اكيد لازم يكون في غرفة خصوصية للرياضة، مش تغرق بغرفتك جنب التخت، انه بس تخلص الرياضة راح تغرق راح تطب بالتخت، او حتى بنص التمرين تغرق راح تنط على التخت. رابع نقطة وهي اهم نقطة accepting the downside. شو معناتها accepting the downside؟ يعني تقبل الجانب السلبي. هلا انا ما بدي اسميها الجانب السلبي، بس هي شو الواحد لما يبلش بعادة جديدة رح يلاقي صعوبة كتير، خصوصا مثلا الرياضة. رح يلاقي اول شيء جسمه عضل ومعش له نفس يروح، وهيك هذا الشعور بيجي لانه العقل عم يجرب شيء جديد، مش شيء مثل مسيف بالعقل اللاوعي. يعني لما تاكل انت ما بفكر لما تاكل، دغري بتاكل لانه هالشيء صار متعود فيه طول حياتك. يعني لما تتنفس اكيد ما بتفكر لما تتنفس. فلازم الواحد يتقبل الجانب السلبي، لانه هذا رح يوصله على شيء عالي، رح يوصله على شيء هو بيحبه. 5 نقطة وهي اخر نقطة celebrate those small steps. شو معناتها؟ انه تحتفل بهول الخطوات القليلة اللي انت اخذتها. بس في ناس شو بيسووا؟ بس يخلصوا قراية يعني بياكلوا هيك شيء بونبونة شوكولا عشان يحسوا بالانجاز اللي سووه. هالمكافأة بتأثر كتير على نفسية الانسان، بتحفزه ليستمر على الهدف اللي هو اللي بده يوصل له. نقطة اضافية هي من عندي شخصيا، انه الواحد ما يحط الايموشنز والفيلينجز على الهدف اللي بده يوصل له. على هي انا قلت بالفيديو اللي قبل انه شو معناتها؟ انه الواحد ما يتحسس دغري اذا ما عملش الهدف، او اذا يوم واحد نسي يعمل هالشيء. يعني اذا انا ما قريتش اليوم فيني اقرا بكره، بس هي ما اخذ حجه انه لا يلا بعد اسبوع بقرا. لا، اذا ما قرأ يوم بدون قرايه ثاني يوم اقرا. شو في كثير ناس ما بيتحفزوا لما يعملوا رياضه، لانه يوم واحد او يومين بلخبطوا بالاكل او بلخبطوا بالجدول تبعولهم خلاص بتصير عنده يعني انتهت الدنيا. بس هذا التفكير كثير غلط، وانا يعني شخصيا بلشت افكر فيها مثل كانه عم فرش اسناني. يعني انا اذا ما فرشيت اسناني اليوم فيني اقوم الصبح فرش اسناني، يعني مش ازمه كبيره. وهي الخلاصه يعني. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم كثير. واذا حابين تشوفوا هيك بعد ادعموني باللايكات وتشيروا المقطع، وما تنسوا تسووا سبسكرايب. يلا نشوفكم بالمقطع الجاي، والسلام عليكم.